سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب مقدمة ابن خلدون في إطار المشروع الذي يعني طرحناه، وهو مشروع مدارسة تاريخ العلوم الإسلامية، على اعتبار أن معرفة تاريخ العلوم يساهم في فهم كثير من مفاصل هذه العلوم وأهم المؤلفات وأهم الأعلام، فتجعل طالب العلم على بينة من العلم ومفاصله الرئيسية ومحطاته الكبرى وأهم النقاشات الموجودة بين أهل العلم إذا كانت موجودة. فالدرس التاريخي مهم جدا للعلوم الإسلامية، هو درس يعتبر غائب عن الكثير من دارسي العلوم الشرعية، لذلك احنا عملنا هذه المبادرة حتى نحيي هذا الأمر، ونسأل الله التوفيق. كنا وقفنا في مقدمة ابن خلدون عند حديثه عن علم الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة يعني الأمر المفروض أو المقدر، فهي لغة التقدير. وشرعا الفريضة تطلق على النصيب الذي قدره الله سبحانه وتعالى شرعا لكل وارث. فلما نقول فريضة فلان يعني نصيبه الذي قدره الشرع. والعلم الفرائض من العلوم المحترمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمدح بعض الصحابة لإتقانهم هذا العلم، فكان يقول عن سيدنا زيد أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم الفرائض زيد. علم الفرائض زي ما حضراتكم هتقرأوا معنا بعد شوية هو علم معقول ومنقول مع بعض. معقول لأنه يحتاج إلى إعمال ذهن وكد فكر في توزيع أنصبة الورثة، وهو علم منقول لأن تحديد نصيب كل وارث يرجع إلى الآيات القرآنية وإلى ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الفرائض أيضا من معجزات الإسلام، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بهذا الكلام وهو كلام في غاية الدقة، وهو رجل أمي لم يقرأ كتابا قط، فهذا يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وأنا كنت اطلعت على بعض البحوث اللي تتحدث عن الإعجاز التشريعي في آيات المواريث، أو الإعجاز التشريعي في باب المواريث. فهو هذه التقسيمات جميعا لما تلاحظ أنها محكمة، وأنه يعني الله سبحانه وتعالى أعطى لكل ذي حق حقه بقدر قربه من المتوفى، تعرفوا إنه هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد. العلماء بيقولوا إنه عشان عملية الميراث تتم لابد من وجود أركان ثلاثة: وارث وموروث ومورث. المورث اللي هو الميت، والوارث اللي هو الحي الذي سيأخذ، والموروث اللي هو التركة. يبقى لابد في كل عملية من إيه؟ عملية فرائض من هذه الأركان الثلاثة. طيب أنا مت دلوقتي والورثة موجودين لكن ما فيش تركة، يبقى إحنا أنت الآن مش تدخل في باب الفرائض،
مش هتروح تقول يا جماعة شوفوا الميراث بتاعي يتوزع ازاي، انت ما فيش تركة، في ركن فقد. طيب الوارث موجود لكن مورث، المورث غير موجود، او ده، او الوارث غير موجود والمورث موجود، ويبقى ايضا لا تتم العملية الا بوجود ماذا؟ بوجود هذه الثلاثة. وبيشترطوا في الوارث حتى يرث أن يكون حيا، ويشترطون في المورث حتى يعني يصح توزيع تركته أنه يكون ميت. فإذا يعني يشترطون ماذا؟ حياة الوارث وموت ماذا؟ وموت المورث. أيضا يقولون أنه الشخص حتى يرث لا بد من علاقة بالمتوفى، فمش هنورث يعني أي حد، ولكن في علاقات محددة اعتبرها الإسلام، وفي علاقات أهدرها الإسلام أو أهدرتها الشريعة. فمن العلاقات التي اعتبرتها الشريعة القرابة، النكاح، الولاء. القرابة فارث الإنسان أقاربه ومن تربطه به علاقة نكاح يعني الزوجة، وما نتج عن هذا الزواج يعني الأولاد، والولاء يعني السيد مع عبيده. طيب ودي أسباب الإيه؟ أسباب الإرث. طيب قد تتحقق هذه الأسباب ثم يمنع، فإذا علاقة القرابة علاقة الجيرة مثلا مش معتبرة، ما يجيش حد يقول والله أنا عايز أورث لي لأني جاره، دي علاقة موجودة نعم لكنها غير معتبرة. ما يجي حد يقول لك أنا عايز أورث لأني زميله في العمل، طيب إذن دي علاقة غير معتبرة. إذن هناك أسباب للإرث اعتبرتها الشريعة اللي هي القرابة والنكاح ولا، وهناك أسباب أو هناك علاقات أهدرتها الشريعة ولم تعتبر. قد يكون الإنسان قريب أو قد تكون الزوجة زوجة ولا ترث، أو يكون الزوج موجودا ولا يرث. لماذا؟ لأنه في حاجة اسمها موانع الإرث. موانع ماذا؟ الإرث. قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى الرق أن يكون الشخص ده عبد، ده لا يرث. القتل أن يكون قاتل، فالقاتل لا يرث. واختلاف الدين، فلا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. طيب يبقى ايه؟ هذه هي موانع الايه؟ الميراث. احنا قلنا ان العلم ده اسمه علم الايه؟ علم الفرائض. علم ماذا؟ الفرائض. وقلنا الفرائض هي الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. طيب ما هي الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ ستة: النص والربع والثمن، يعني النصف ونصفه ونصف نصفه اللي هو النص والربع والثمن، والثلث والثلثان والسدس، يعني برضو التلتين ونصهم ونص نصهم. واضح كده؟ يبقى دي الفرائض الايه؟ المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى النص والربع والثمن والتلتين والتلت والسدس. العلماء بعد ذلك في هذا العلم، طبعا انا يعني مش هشرح لكم مواريث، لكن انا يعني عشان ادخلكم في الاجواء يعني ايه بديكم خطوط عريضة. العلماء طبعا بعد ذلك بيحددوا من هم الوارثون من الرجال ومن هم الوارثون من النساء، ومين اللي بياخد النصف ومين اللي بياخد الربع ومين اللي بياخد الثمن ومين الى اخره. تمام؟ فمثلا بيقولوا انه النصف، من الذي ياخذ النصف؟ ياخذ النصف الزوج والبنت الصلبيه وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت. طبعا الحاجات دي كلها لها شروط، فمثلا الزوج ياخذ النصف اذا لم يكن لزوجته فرع وارث. يعني فرع وارث يعني أبناء، فإذا كان لها أبناء يبقى الزوج في الحالة دي ياخد الربع. فإحنا بنقول
إن هؤلاء نعم من يأخذون مثلا النصف، لكن كل واحد منهم إيه بيبقى في حالات معينة. فالزوج مثلا قد يأخذ النصف أو الربع، متى يأخذ النصف؟ في حالات، متى يأخذ الربع؟ في حالات، كذلك بقية الحالات. إذا كنت ابن مثلا فأنت إما أن تأخذ كذا أو كذا أو كذا، إذا كنت أخت شقيقة يبقى لك كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. طيب، فالعلماء بيقسموا أصحاب الفروض على هذه الفرائض، فبيتكلموا عن كل واحد وما يستحقه من التركة. طيب، تعالوا كده مع بعض نشوف ماذا قال ابن خلدون عليه رحمة الله تعالى في هذا العلم. قال: علم الفرائض وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة في كم تصح باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي لما أقول فلان مات وترك كذا وكذا وكذا، يعني فلان مات وترك زوج مثلا وأخت شقيقة وأخت الأب على سبيل المثال. طيب، فالزوج في هذه الحالة هيأخذ النصف، الأخت الشقيقة هتأخذ النصف، الأخت الأب هتأخذ السدس. دول كده إيه؟ أصحاب فرائض. دول كده إيه؟ أصحاب فرائض. ففي علم الميراث بنتعلم كيف نعطي لكل واحد من هؤلاء فريضته. طبعا إذا كانوا أصحاب الفرائض على قد يعني أعطونا في الآخر رقم صحيح، يبقى كده المسألة ما فيهاش إشكالية. يعني إذا قلنا مثلا مات وترك زوج وأخت شقيقة، يبقى كده المسألة مظبوطة الحمد لله، متقفلة صح، كل واحد هياخد النص. طيب، لو قلنا مات وترك زوج وأخت شقيقة وأخت الأب، يبقى احنا عندنا نص ونص، والاخت الاب السدس، فهنجيب سدس منين؟ ما خلاص خلصت. المساله دي بيبقى فيها حاجه اسمها العول، فيها الايه؟ العول، وهو انه عدد الاسهم اكتر من الانصبه او اكتر من التركه، فبتبدا تقسم التركه تاني من اول وجديد على ايه؟ بحيث ينقص من كل واحد على قدر ماذا؟ على قدر نصيبه. فمثلا مسألة زي دي، قلنا ان احنا عندنا زوج واخت شقيقة واخت الاب، والاسهم اصلها ستة، هنخليه اصلها سبعة ونقسم الايه السبع اسهم عليهم، يبقى الزوج ثلاث اسهم، الاخت الشقيقة ثلاث اسهم، الاخت الاب ايه؟ الاخت الاب سهم. اما اذا كان عندنا مثلا الزوج والاخت الشقيقة فقط، فخلاص المسألة اصلها من ستة، فيبقى ثلاثة وثلاثة. فالقصد يعني إن في هذا العلم طالب العلم بيتعلم كيف يعطي لكل ذي حق حقه، وإن جاءت صور عجيبة غريبة. من الصور العجيبة الغريبة مسألة بيسموها الإيه، أو مسائل بيسموها المناسخات. إيه المناسخات ديت؟ إنه حد يتوفى يموت، كويس، هيورثوا مين؟ فلان وفلان وفلان. قبل ما نقسم التركة واحد من الورثة يموت، واحد من الورثة ايه؟ يموت. يبقى احنا كده ايه، المسألة دي بيسموها ايه؟ من مسائل المناسخات. فبنعرف من خلال هذه المسألة كيف نقسم التركة. خلاص كده، يبقى ده معنى كلمة الايه؟ المناسخ، ان يموت انسان لم نقسم تركته بعد، ثم يموت واحد من الايه؟ من الورث. طيب، تعالوا بقى في ضوء هذا الكلام نقرا ما قاله ابن خلدون. قال: وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة، بحيث يبقى عندنا عدد الاسهم مساوي للفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فاذا كان عدد الاسهم اكثر، أو عدد الفرائض يا ربي أكثر من الأسهم، بنعمل عول بحيث يعني إيه ينقص من
كل واحد من الورثة بحسب ما يرث، بحيث يعطى لكل واحد قدرا من التركة بحسب ما فرض الله سبحانه وتعالى له. وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة في كم تصح باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها. فروضها الأصول يعني مات وترك فلان فلان فلان، طب خلاص دول هيورثوا سواء بالأصل أو بالعول. طيب أو مناسختها، الحالة بقى المناسخة اللي أنا قلت لكم عليها، اللي هو مثلا هنقول إيه، فلان مات، فلان مات، هنقول مثلا إيه واحد ولنفترض مثلا اسمه عبد السلام مات، خلاص عبد السلام ده ترك زوجته اسمها مثلا سعاد وعنده 3 أولاد وعنده بنت، يبقى عبد السلام مات وترك زوجة وثلاث أبناء وبنت، وبعدين ابن من أبنائه مات. طب الابن دلوقتي لما يموت مين هيورثه؟ سعاد برضه اللي هي أمه، يبقى سعاد دلوقتي اعتبارها من التركة الأصلية من زوجها القدر المفروض ليها، وهتاخد من ابنها باعتبارها أم من نصيب ابنها، خلاص الولد ده كمان اللي هو مات هذا أمه زوجته وولده، وهيورث أخته الشقيقة اللي احنا لسه قايلينها من شوية. فإذا المسائل دي يسموها المناسخات، بحيث يبقى عندنا وارث هياخد مرتين، هياخد من الميت الأصلي المتوفى، ثم يأخذ بعد ذلك على قدر الفرض الذي فرضه الله له من نصيب المتوفى الثاني. طيب يبقى ده معنى المناسخة. يبقى ما معنى أن يموت إنسان، ده في الاصطلاح أن يموت إنسان لم تقسم تركته، ثم يموت واحد من من الورثة أو أكثر، عندها بنحتاج إلى أن نقسم التركة بطريقة معينة. قال هو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة في كم تصح باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها، وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسر سهامه على فروض ورثته، فإنه حينئذ يحتاج إلى حساب يصحح الفريضة. يبقى أنت في كل الأحوال هتحتاج إلى إلى علم الحساب أو إلى حساب، بحيث ماذا؟ بحيث تكون الأسهم غير منكسرة، يعني الأسهم على قد على قد الناس بالضبط، بحيث ما يبقاش في عندنا حد ما ورثش ممن يمكنهم أن يرثوا. إلى حساب يصحح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعا في الفريضتين إلى فروضهم من غير تجزئة، وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد واثنتين، يعني يبقى الواحد مات خلاص كده، وبعدين ابنه الكبير مات واحنا موزعناش الورثة، ده بيحصل كتير جدا في مصر، تلاقي الجد مات والعيلة موزعتش حاجة وفضلوا قاعدين في البيت وعندهم مزرعة وبياخدوا كل شهر منها كده وبياكلوا ويشربوا مع بعض، وبعدين الابن الكبير مات، وبعد ما الابن الكبير مات في ابن من ولاده مات، فانت عايز بقى يجي الجيل الثالث ولا الرابع يقول لك احنا خلاص ما تربناش مع بعض، علاقتنا ببعض مش زي بعضها، مش زي اجدادنا وابائنا، فعايزين كل واحد بقى يروح لحاله، فيبداوا يدوروا فين بقى؟ في دفاترهم القديمه، خاصه مع حاله الفقر اللي موجوده دلوقتي، يبداوا يدوروا في الدفاتر القديمه، يقول لك ايوه ده جده كان سيد بيت، يلا نبيعه يا جماعه ونشوف كل مين هياخد ايه، فنبدا بقى نعمل مناسخه، يبقى في ممكن عندنا مناسخه واثنين وثلاثه كمان. طيب قال وقد تكون هذه المناسخات اكثر من واحد واثنين، وتتعدد لذلك بعدد اكثر، وبقدر ما تتعدد تحتاج الى الحسبان، يعني بقدر ما تتعدد تحتاج الى ماذا؟ الى ان احنا نقعد ونحسبها وندققها حتى يصل لكل ذي حق حقه. قال وكذلك اذا كانت، يلا يا شيخ محمود. قال رحمه الله وكذلك اذا كانت فريضه ذات وجهين، مثل ان يقر ببعض الورثه بوارث وينكره الآخر، فتصحح على الوجهين حينئذ وينظر. يعني دلوقتي احنا عندنا انت كواحد بتحسب الفريضة، جالك قال لك يا شيخ
فلان ده مات وترك كذا وكذا وكذا. طيب جالك واحد هناك، لا يا فلان يا شيخ ده فلان ده مش من ولاده، ده كان ايه، ده كان بس منسوب لي كده او متبنيه مثلا يعني، او فلان ده مش عمه، او فلان ده لا مش من قرايبه. فانت هتعمل ايه كواحد سئلت هذه المسألة؟ هتحسب لهم يا جماعة والله على فرض ان الشخص دوت يعني من العيلة هيبقى الاسم كذا، وعلى فرض انه مش من العيلة هتبقى الاسم كذا. ماشي. تقسم الشركة على مثل سهام الورثة من أصل الفريضة، وكل ذلك يحتاج إلى فن، وكان غالبا فيه وجعلوه فنا مفردا، وللناس فيه تعريف كثيرة أشهرها عند المالكية والمتأخرين عند كتاب ومختصر القاضي القاسم الكوفي ثم الجعدي، ومن متأخري إفريقيا ابن النمر الطرابلسي وأمثالهم. وأما الشافعية والحنفية والحنابلة فلهم فيه تآليف كثيرة وأعمال عظيمة صعبة شاهدة لهم باتفاع في الفقه والحساب، وخصوصا أبا المعالي رضي الله عنه وأمثاله من أهل المذهب. طيب، وكان غالبا فيه، يعني كان علم الفرائض موضوع، كان موجود، كان غالبا موضوعا، أو كان يغلب أن يوضع في علم الفقه، وكان علم الفرائض يغلب وضعه في علم الفقه، إذا كان غالبا فيه، وجعلوه فنا مفردا، يعني خدوا كده هذا الباب الفقهي وجعلوه علم لوحده أو فن مفرد، وصار فيه تأليف مفردة. حضرتك الآن لو جيت مثلا تدرس أي كتاب من كتب الشافعية، خلاص كده، الإقناع مثلا في حل الفضل الفضيعة، طبعا بمثل بالمذهب الشافعي على اعتبار إن ده أنا أعرفه يعني، أو أعرف بعضه على الأقل. لو جيت تكتب مثلا الإقناع في حلقة الفضاء والشجاع أو منهاج الطيبين أو الياقوت النفيس أو غيره من الكتب الكبرى أو الصغرى، هتلاقي باب المواريث موجود. فعلم الفرائض وعلم المواريث هو جزء من علم الفقه، تمام، لكن بعض أهل العلم اختصه بالتأليف وجعلوه فنا مفردا. هتلاحظوا هنا إن ابن خلدون يا أخوانا مثل ببعض كتب المالكية، وبعدين قال لك أما الشافعية والحنفية والحنابلة كده مع بعض، وده يدل على أنه كان مالكي، يدل على أنه الشيخ إيه كان مالكي، وهذا واقع، هو كان مالكي واشتغل بالقضاء، والرجل كان مالكيا ونشأ في بلاد مالكية، نشأ في بلاد مالكية، هو مالكي، فلذلك هو كلم برضو عن اللي هو يعرفه. قال لنا من كتب المالكية إيه؟ كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي وأبي القاسم الحوفي ثم الجعدي ثم كتاب ابن نمر الطرابلسي، دي أهم كتب الإيه؟ الفرائض عند المالكية. طيب، ثم قال وهو فن شريف. وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول والوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ وتشكل على القاسمين وتشكل على القاسمين. طيب، هو فن شريف قلنا لجمعه بين المعقول والمنقول. ليه منقول؟ لأنه المقادير ومين ياخد إيه حددها الله سبحانه وتعالى في القرآن. طيب، المعقول لأنه محتاجة، لأنها محتاجة إعمال نظر، محتاجة تفكر، خاصة لما يكون في مسائل فيها عول أو مناسخات، ومحتاجة كمان تفكر وعمل نظر، إن في حاجة اسمها الحجب، يعني أنت واحد مات وعنده 40 قريب مش كلهم هيورثوا، في حد بيحجب حد، فالأب بيحجب الجد مثلا، يعني إذا واحد مات وترك أبوه وأبو أبوه مين اللي يورث؟ الأب بس، ويحجب الجد،
ففي حاجة اسمها الحجب. فإذا المسألة مش مجرد بس نصوص موجودة فيها المواريث، لا ده فيها إعمال عقل كبير جدا. طيب، فهو فن إيه؟ فن شريف. وللعلماء من أهل الأمصار، وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية، ومن المصنفين من بها عناية. ليه؟ لأنه الناس على طول بتموت، وعلى طول بيحتاج الناس إلى تقسيم التركات، وبعدين دي فلوس يعني ما بتتسابش، تعرفين الفلوس ما بتتسابش. فلذلك هذا العلم من العلوم المهمة جدا، العلوم الحية التي يسأل عنها الناس باستمرار. ومن المصنفين من يحتاج فيها إلى الغلو في الحساب وفرض المسائل التي تحتاج إلى استخراج المجهولات من فنون الحساب كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور وأمثال ذلك، فيملؤون بها تآليفهم، وهو وإن لم يكن متداولا بين الناس ولا يفيد فيما يتداولونه من وراثاتهم لغرابته وقلة وقوعه، فهو يفيد الميران وتحصيل الملكة في المتداول على أكمل الوجوه. يعني عايز يقول لك أن بعض المؤلفين في هذا العلم بيفترضوا المسائل الغريبة العجيبة، فيجيبوا مسائل قلما تقع أو لا تقع إلا كل 100 سنة مرة، أو مسائل هي مجرد فرض عقلي محض لا يمكن أن تقع، ويقول لك يلا افترض بقى كده معايا هنعمل ايه في المسألة دي. زي مثلا واحد مثلا بعد ما ابوه مات اتسخط بقى قرد، هل يرث ولا لا يرث؟ طب لو عنده اولاد يرثوا ولا لا يرثوا؟ يلا نقعد بقى كده نفكر مع بعض. فكانوا ايه؟ يفترضوا الافتراضات العجيبة. يقول لك هنا الشيخ انه هذه الافتراضات وان كانت يعني لا يعتني بها كثير من الناس، وليست متداولة بين الناس ولا تفيد، لكنها تدرب الطلاب بحيث تحصل عندهم الملكة، بحيث الطالب لما يتدرب على المسائل العميقة اللي هي النادرة الحصول ديت، يبقى مستحضر بسهولة للمسائل المتداولة والشائعة. طيب، وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما ينسى، وفي رواية نصف العلم، خرجه أبو نعيم الحافظ، واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة، والذي يظهر أن هذا المحمل بعيد، وأن المراد بالفرائض إنما هي الفرائض التكليفية في العبادات والعادات والمواريث وغيرها. طيب، يبقى ابن خلدون هنا بيفسر الحديث على خلاف على خلاف بعض أهل العلم، إن الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما ينسى. كلمة الفرائض هنا هل يراد بها معنى مخصوص، باب فقهي مخصوص هو باب الفرائض، ولا يراد بالفرائض ما فرضه الله على عباده فيشمل كل العبادات؟ طبعا كلمة الفرائض قد تحمل على المعنى الأول، لأن النبي لما يقول أفرضوكم زيد، فمعنى ذلك أن هذا العلم كان معروفا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم باسم علم الفرائض. فلما يقول أول ما ينسى علم الفرائض، أعتقد أن الأقرب في تفسير هذا الحديث أن يحمل على علم المواريث، وليس على ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده كما يقول ابن خلدون. وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية. يعني لما النبي يقول هنا إن الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما ينسى، الفرائض هنا معناها على رأي ابن خلدون العبادات كلها. فإذا قلنا العبادات كلها
يبقى كده احنا مفهوم ان والله العبادات في معبادات في معاملات في غيرها في عادات، خلاص كده. فدي نصف العلم او ثلث العلم كده مفهومه. لكن لو قلنا الفرائض يعني علم المواريث، ازاي يكون علم المواريث ثلث العلم؟ ازاي يكون نصف العلم؟ فكان ابن خلدون قال ما ينفعش نحملها على الفرائض بمعنى المواريث، لانه مش هيصح ان احنا نقول ان علم المواريث هو ثلث العلم او نصف العلم، تمام؟ لكن مع ذلك احنا بنقول انه يصح حتى على فرض ان المراد بالفرائض علم المواريث، وهذا من باب مزيد الاهتمام بشأنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفها بأنها نصف العلم على سبيل المبالغة لمزيد الاهتمام بشأنها أو للحث على تعلمها. ماشي، وبهذا المعنى. وأما فروض هذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية، وأما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها. ويعين هذا يعني مش هينفع نخليها نصف وثلث، عشان كده هو ايه قال ان الحديث يحمل على سائر العبادات. ويعين هذا المراد ان حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص او تخصيصه بفروض الوراثة انما هو اصطلاح ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات. لا، مش اصطلاح ناشئ ولا حاجة. يعني حديث أفرادكم زيد يا أخواننا، هل هو حديث يصح؟ يعني هل هو حديث يصح ولا هو حديث موضوع؟ إذا صح هذا الحديث فهو ليس مصطلحا ناشئا، ليس مصطلحا ناشئا كما يقول ابن خلدون عليه رحمة الله تعالى. الحديث ثواني كده يعني نشوف صحته مع بعض. أنا أسف يا دكتور بس أنا مش فاهمة الجزء ده. طيب، يعني هو الخلاصة الآن، ابن خلدون أورد هذا الحديث اللي هو الفرائض نصف العلم، تمام؟ ما معنى كلمة الفرائض؟ إما أن يردها علم الفرائض اللي هو علم المواريث، أو سائر الفرائض العبادات التكليفية، الصلاة والصيام والزكاة والحج وإلى آخره، تمام؟ ابن خلدون قال إن المراد بالفرائض نصف العلم هنا العبادات كلها. ليه يا أخوانا؟ قال لك لأنه دي اللي يصح نقول فيها نصف وثلث. أما لو حملناها على علم المواريث، فعلم المواريث ده حاجة بسيطة جدا في العلم، لا نصف ولا ثلث. دي حاجة. تاني حاجة إنه تسمية علم المواريث بعلم الفرائض ده اصطلاح جديد ما كانش موجود والقرآن بينزل، فلا يصح أن نفسر القرآن بمصطلح، أو لا يصح أن نفسر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بمصطلحات حادثة، تمام كده؟ فدي الحجة الثانية التي يسوقها ابن خلدون، إنه ده اصطلاح ناشئ للفقهاء، هم اللي سموا علم المواريث بعلم الفرائض. أنا بقى ساعتها قلت لحضراتكم إيه؟ لا، إذا صح حديث أفرادكم زيد وغيره من ال يعني إذا كان في غيره يعني، فيبقى إذن هو مش اصطلاح ناشئ ولا حاجة، وعندها يصح أن نقول إنه الفرائض ثلث العلم أو نصف العلم يراد بها علم المواريث، ولا إشكال في هذا. لا إشكال من الناحية الأولى اللي هي ناحية إنه ثلث العلم ونصف العلم من باب المبالغة لمزيد الاعتناء بشأنه، وثلث العلم ونصف العلم يصح أيضا لأنه كلمة الفرائض كانت متداولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال أيضا في هذا. طيب، ماشي يا مولانا. قال ويعين هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص أو تخصيصه بفروض الوراثة إنما هو اصطلاح ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات، ولم يكن صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو لغة التقدير أو القطع، وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلنا وهي حقيقته الشرعية، فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم. فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يطلق أو يحمل في عصرهم. والقاعدة دي
قاعدة أنه هو ينبغي أن تفهم نصوص الكتاب والسنة وفق ما كان في اصطلاحات أو في عصر الصحابة رضي الله عنهم وليس بالاصطلاحات التي حدثت بعدهم، دي القاعدة نفسها اللي بيقررها كافة علماء الإسلام، ومنهم مثلا الشاطبي خلاص لما قال أنه ينبغي أن يفهم أن لا يفهم القرآن باصطلاح حادث. لكن احنا بنقوله إذا صح حديث أفرضكم زيد وكان مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن زيد هو أعلم الصحابة بعلم الفرائض أو علم المواريث، وكان اشتغل زيد بهذا العلم، فيبقى إذن الاصطلاح مش حادث ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة الفرائض يريد بها علم المواريث، إلا إذا قلت لي بقى كمان إن لا أفرضكم زيد يعني أعلمكم بالفرائض، يعني أعلمكم بما أوجب الله على عباده، ساعتها نختلف بقى، ساعتها نختلف. لكن لو حملنا حديث أفرضكم زيد على علم المواريث يبقى الاصطلاح ليس حادثا، وبالتالي حجج ابن خلدون يمكن أن تناقش. واضح يا أخوانا؟ ده بخصوص علم الفرائض. هل في سؤال في هذا الجزء؟ أستاذ غادة هل الأمور اتضحت ولا في حاجة صعبة؟ شكرا جزيلا يا دكتور. أيوة أنا يعني كنت أقصد أنه إن كلام حضرتك هو اللي صح، إنه أعتقد يعني إن الفرائض هي اللي يقصد بها المواريث يعني. طب حضرتك ما ترجحيش بيني أنا وابن خلدون. لا أنا ما أقصد بس الكلام، هل الصورة بغض النظر كلام من صح، هل الصورة اتضحت؟ كلام ابن خلدون قال إيه ممكن نناقشه في إيه؟ طيب ده بخصوص علم الإيه، علم الفرائض. نعم سيدنا وجدت نقل للدارقطني يقول أنه ضعيف لكن صحه الإمام الترمذي. أفرادكم زيد أحمد، أنت كتبت أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أبي قلابة عن أنس صحيح؟ تخلينا جبته منين المولانا؟ والله سيد وجدته، وجدت حد مخرجه كده يعني؟ نعم بعده يعني يروي عن دارقطني. ماشي صححه الترمذي الحاكم ابن حبان وفي رواية الحاكم أفرض أمتي زيد وصح أيضا وقد أعل بالإرسال وسمع بقطع الناس صحيح إلا أنه كلمة يسمع منه. طب عايزين بقى نشوف يا مولانا خلاص ما معنى أفرضكم، يعني العلماء اللي شرحوا هذا الحديث كلمة أفرضكم هذه كيف فسروها؟ هل فسروها بالفرائض ولا بالعلم وريث؟ بما انك سريع في البحث كده فشوف لنا كده، اعتقد هتلاقي فيها خلاف برضه. طيب احنا ممكن نشوف تحفة الاحوذي بسرعة وهنجيب افرضكم زيت. ماشي المهم اذا وقفت على شرحها او معناها عند العلماء يمرنا بأدلنا عليه. يلا ندخل على علم اصول الفقه. ماشي يلا بسم الله. علم اصول الفقه، قال رحمه الله أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات. قال وليعلم أن أصول الفقه أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له. طيب علم أصول الفقه بيقول إن هو من أعظم العلوم الشرعية أو أعظم العلوم الشرعية وأجلها، وهذا الكلام حقيقي 100%. وقلنا حضراتكم قبل ذلك إن المسلمين يفاخرون بهذا العلم اللي هو علم الفهم، كيف نفهم هذا العلم الذي شغل بال الأوروبيين المحدثين، شغل بال الأوروبيين المحدثين، فصاروا الآن يتحدثون عن الهرمنوطيقة. والهرمنوطيقة هي علم الفهم عندهم، يحاولون بها محاكاة ما فعله المسلمون في علم أصولي، في علم أصولي الفقه. احنا قلنا حالكم أيضا قبل ذلك لو تذكروا إن المسلمين إذا أرادوا أن يفاخروا بين الأمم بعلم من العلوم هيفاخروا بعلم أصول الفقه وبعلم
الايه وبعلوم الحديث، سواء كان جرح وتعديل او مصطلح او رجال او سير وتراجم. هذه علوم ابدعها المسلمون على غير مثال يسبق، يعني دي علوم ملهاش مثيل قبل المسلمين، محدش عمل كده قبل كده. فعلم أصول الفقه من العلوم الجليلة العظيمة التي بها نعرف كيف تؤخذ الأحكام، يعني كيف نستنبط الأحكام من القرآن والسنة النبوية الشريفة. يعني لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة، أفهم أنا إيه من وأقيموا الصلاة دي؟ أفهم إنه أقيم دي فعل أمر. طيب يعني إيه فعل أمر؟ فعل أمر يعني يقتضي الوجوب. إذا إذا كان فعل الأمر يقتضي الوجوب، ودي قاعدة أصولية، والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، يبقى إذن الصلاة واجبة. يبقى إذن إيه هو علم ماذا يمكنني من فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بل المشتغلين بعلم أصول الفقه كثيرا ما يقولون إنه ينبغي أن نعمم طريقة أو أن نعمم منهج أصول الفقه ليصبح هو علم التفكير عند المسلمين. يعني ينبغي أن كل مسلم يدرس أصول الفقه بحيث لما يجي يفكر في مسألة يفكر بهذه الطريقة الأصولية، فيبقى عنده أصول بيستند إليها، يبقى عارف إزاي يرجح وإزاي يقيس وإزاي يفك التعارضات ويأخذ كلام من ولا يأخذ كلام من، لأن دي كلها مباحث علم أصول الفقه، أدلة الأحكام وأبواب التعارض والترجيح وأبواب الدلالات وأبواب الاجتهاد والتقليد. وأعتقد الدكتور عبد الحميد أبو سليمان اللي هو كان مدير المعهد العالمي للفكر الإسلامي له كتاب اسمه علم أصول الفقه منهج التفكير عند المسلمين. هذا كتيب صغير أنصحكم بقراءته. طيب أنا لعلي أخطأت في اسمه، ممكن يكون اسمه قريب من هذا، لكن أنا الكتاب ده كنت قرأته قديما ولخصته كمان، وتلخيصه والله موجود عندي أدور لكم عليه وصوره لكم، ممكن يكون مش موجود على النت مثلا. طيب فالقصد إنه هذا الكتاب إن شاء الله اللي أنا لسه يعني اللي إحنا مش لاقينه دوت هكلفكم، يعني حضراتكم مكلفون بقراءته، وهتأكد لكم من العنوان وابعث لكم إن شاء الله. فالقصد إنه هذا العلم من العلوم المهمة جدا التي يمكن أن نعممها بحيث تصير هذه العلوم هي منهج تفكير عند المسلمين، سواء كان تخصصي علم نفس أو علم اجتماع أو سياسة أو اقتصاد أو فلسفة أو أنثروبولوجي أو أي علم من العلوم، يمكن لعلم أصول الفقه أن يفيدني في هذا. طيب هذا العلم علم أصول الفقه يعنى بماذا؟ زي ما قلنا يعنى بتعليم المسلمين كيفية الاستنباط من الأحكام. من أين تستنبط الأحكام أو ما هي أدلة الأحكام؟ أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة، دي الأدلة الأصلية. ثم هذه الأدلة الأصلية دلت على أدلة أخرى فرعية، فالكتاب والسنة دل على دليل اسمه الإجماع ودل على دليل اسمه القياس. يبقى صارت الأدلة عندنا كم؟ أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم عندنا بعد ذلك أدلة ثانوية دل عليها أيضا القرآن والسنة لكنها غير متفق عليها، فهذه الأربعة المتفق عليها اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم عندنا بعد ذلك مجموعة من الأدلة التي اختلف في كونها من الأدلة أو لا. فهتجد مثلا الشافعية يقولون بالاستصحاب، الحنفية يقولون بقول الصحابي والعرف والاستحسان وهكذا. فإذا صارت الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام هي هذه الأدلة المتفق عليها والأدلة غير المتفق عليها. في علم أصول الفقه بيدرسوا إيه بقى بالضبط؟ يدرسون في علم أصول الفقه لما كان القرآن حجة. ليه القرآن حجة؟ ينبغي أن نستنبط منه الأحكام. لما كانت السنة حجة.
لما كان الإجماع حجة؟ ما الدليل على أن الإجماع دليل؟ ما الدليل على أن القياس دليل؟ ما الدليل على أن الاستصحاب دليل؟ وبعدين نتكلم بقى في أحكام القياس وفي أحكام الإجماع وفي أحكام الاستصحاب وهكذا إلى آخره. فهو علم أصول الفهم، كيف نفهم، كيف نستنبط من نصوص القرآن والسنة. طيب، هل هذا العلم كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته الكرام؟ طبعا المعروف تاريخيا أنه أول من كتب في هذا العلم وألف هو سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه بكتابه العظيم الرسالة، الذي ما زال بفضل الله موجودا حتى يومنا هذا. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يروى عنه أيضا أنه دلنا على أصوله، فقال أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله، إلى آخر الكلمة المروية عن أبو حنيفة التي دل فيها على الأصول التي يأخذ منها. لكن أبو حنيفة رضي الله عنه ما ألفش كتاب في الأصول، يعني هو قال لنا إن هو بيفكر إزاي في المسائل، لكن ما قال لناش تفاصيل. مين اللي قال لنا تفاصيل؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه. لذلك قلنا إن أول من دون في علم الأصول هو الإمام الشافعي رضي الله عنه. طيب، عايزين نقول إنه هذه الأصول الفكرية كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذهان صحابته الكرام. وعندنا سيدنا الدكتور محمود عبد الرحمن، وهو يعني من أميز المتخصصين في علم أصول الفقه في العالم الإسلامي في هذا العصر، كان جمع بحثا، حدثنا هو عن ذلك، إنه جمع بحثا من خلال كتب السنة عن تصرفات للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة يستشف منها أنهم كانوا يمارسون علم أصول الفقه. يعني يقول لك الحديث ده في قياس، الحديث ده في دلالة إجماع، الحديث ده في دلالة كذا، الحديث ده في كذا. فجمع ولا أدري هل طبعه أو لا، مما يدل على أنه هذه القواعد الفكرية التي اعتمدت بعد ذلك عند أهل العلم، هذه القواعد الفكرية لها أصول منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي هنا، فعلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس. من بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي، حفظ القرآن بالتواتر. وأما السنة، يعني في عهد النبي ما كان هناك حاجة، هو عايز يقول كده، يعني ما كان هناك حاجة إلى علم أصول الفقه. ليه؟ لأن علم أصول الفقه مبناه على النظر والقياس. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الآية؟ ما الذي يؤخذ من هذه الآية؟ ما العلة في هذا الحكم؟ كل ده إيه؟ محتاج نظر. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، فهل يجتهد في وجوده صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي موجود، فأي حد عايز أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، إلا إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالاجتهاد، زي ما حصل في حديث معاذ بن يمن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له يا معاذ بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرب الصحابة على الاجتهاد، زي حادثة بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما اختلفوا في تقدير متى يصلون النبي لم يعنف لا هذا ولا ذاك، مما يدل على أنه بيعطي إذن الاجتهاد. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب إلى مجموعة من الناس وظنهم غير مسلمين وقالوا صبأنا، يعني وظن أنهم غير مسلمين، فقتل منهم أناسا وأسر آخرين وذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علم أنهم مسلمون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فهو نعم أباح لسيدنا خالد أن يجتهد، لكنه صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه رد خطأه في الاجتهاد. يبقى عندنا اجتهاد وعندنا إمكان الخطأ في الاجتهاد،
بإذن مباشر من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. طيب إذا النبي ما اداش لحد إذن بالاجتهاد، يبقى إذن الأولى هو الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد وهو موجود أو إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الخطاب الشفوي للنبي صلى الله عليه وسلم كاف، ده في عهده، في عهده صلى الله عليه وسلم. طيب قال وأما السنة، قال وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه، وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. طيب إذن عايز يقول إن صارت أدلة الأحكام الكتاب وروي لنا بالتواتر، السنة وروي غالبها بالآحاد وهي وإن كانت ظنية لكن يعمل بها، تمام كده. ثم صارت عندنا أيضا، صار عندنا أيضا الإجماع بما دل عليه الكتاب والسنة، فالإجماع دل عليه الكتاب بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصله جهنم وساءت مصيره، ويتبع غير سبيل المؤمنين ده موضع الشاهد، فإذا اتباع سبيل المؤمنين مطلوب شرعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تجتمع أمتي على ضلالة. أنا عايز أقف هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، نكمل إيه ثم ينزل الإجماع منزلتهما. طيب إذا لم تكن هناك أسئلة نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.